ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على النصائح لاصحاب بورجوس. برج القوس عندكم نصائح حلوه قوي قوي، بس يا ريت ان احنا نعمل بيها. عندنا شهر اولا رائع جدا، يعني خلونا نقول كده في البدايه عشان ندخل على النصائح بشكل كده يعني قوي. اول نصيحه، استمتعوا استمتعوا. لو قدامك سفريه او قدامك سفريه تغيروا فيها جو، انتوا محتاجين ده جدا. ما تترددوش نهائي ان انتوا تسافروا او ان انتوا تخرجوا لحاجه حلوه تكون فيها فتره كبيره. يعني انتوا محتاجين عدد ايام كتير في ان انتوا تغيروا فعلا جو، اللي هو يعني لازم سفريه يعني. فده هيكون افضل كتير، ده هيساعدك كتير ان انت يكون عندك طاقة على تحمل الحاجات اللي حواليك، انك ترجعوا للعمل او ترجعوا للامور الحياتية بشكل طبيعي جدا، عشان ده هيخفض العصبية. طبعا ندخل على تاني نصيحة، العصبية. العصبية كمان تجاه الشريك، يا ريت ان احنا نكون اهدى شوية، ما نكونش متعصبين، ما نكونش اللي هو عندنا حتة اللي هو يعني التسرع في الكلام او التسرع في الحكم. لا، خلينا نعذر اللي قدامنا، خلينا نشوف ايه ردة فعل اللي قدام، يعني نكون اهدى وعندنا صبر كتير جدا. العصبية الزيادة والنرفزة والصوت العالي او الحاجات دي، ده كله مش هيجيب معانا نتيجة الا نتيجة عكسية، فلازم نكون مركزين قوي قوي في النقطة دي. كمان عايزة اقول حاجة، نصيحة مهمة قوي لبرج القوس مع الشريك. اتكلموا قوي قوي مع الشريك عن المستقبل، اتكلموا عن بكرة، عن الطموح، ان انتوا عايزين تعملوا ايه، عايزين نجاحكم يكون ازاي، اولادكم يشوفوكم ازاي، ايه النجاح اللي انتوا عايزين توصلوا له، ايه الاهداف، ايه الدنيا هنمشي ازاي، هنمشي 1 2 3 ازاي، ايه الخطوات اللي هنعرف. الحاجات دي هتكون ممتعة قوي، الشريك هيبقى مبسوط قوي قوي ان انتم بتتكلموا معاه في النقط دي بالذات. الشريك اللي من الابراج، هو ابراج تلت يعني، ابراج المائية والابراج الترابية والابراج الهوائية، دول هيكونوا سعدة جدا جدا وانتم بتتكلموا معاهم في الموضوع ده. اتكلموا وكونوا مع بعض اكتر، يعني اتكلموا في اي حاجة، انزلوا تمشوا مع بعض حتى لو انتم مفيش مشوار اساسا، كونوا اقرب للشريك بطريقه قويه. ده هيساعد على حاجات كتيره، هيخلي الحب يبقى فيه مجالات تانية، هيخلي الخلافات تقل، المشاكل تقل، الحاجات اللي هي تدخل من اطراف تانية، سواء كان حد عايز يبوظ الموضوع، حد عايز يقوم علينا، الحاجات اللي هي زي كده، لا مش هيبقى المجال، يعني مش هيكون في مجال خالص ان حد يبقى ليه كلمه او تدخل في حياتنا. كمان عايزه اقول نصيحه مهمه قوي لاصحاب برج القوس، احنا مهما بنكبر بنتعلم، مهما عدى بينا العمر في حاجات ممكن نتعلمها من حد اصغر مننا سنا، مش عيب خالص، مش غلط نهائي ان احنا نتعلم. التعلم ده لو انا وصلت حتى ل 80 سنه فانا لازم حاجات لو انا مش عارفاها فانا اتعلمها، فاحنا مش بنجبر على ان احنا نتعلم حاجه من حد. فما بلاش ان احنا يا اصحاب برج القوس نقول هو انت اللي هتيجي تعرفني، او ان احنا نستكبر على ان حد ممكن يكون بيقول لنا معلومات، او ان حد ممكن يكون بيحاول انه يعلمنا حاجه او يعرفنا حاجه. لا، خلينا نتعلم وندي فرصه للي قدامنا انه يتكلم ونشوف دماغه ماشيه ازاي، ما يمكن يطلع صح واحنا اللي غلط، مش عيب نهائي. فدي نصيحه مهمه جدا جدا، يا ريت نعملها اصحاب برج القوس، بس اللي هيفهموا النقطه دي انا اقصد بيها ايه، او اللي بيتعامل مع اصحاب برج القوس كتير. كمان نصيحه تانية لاصحاب برج القوس خاصه بشهر سبتمبر، في ناس قريبين منكم، من بيتكم او من عائلتكم من الدرجه الاولى، محتاجينكم، محتاجينكم جدا جدا، محتاجين ان انتوا تقفوا جنبهم، ان انتوا تساندوهم، دعم منكم، امان، سند، محتاجين ده كتير جدا. فخلونا ان احنا نديهم الحب، نديهم الامان، نديهم الحب بشكل كبير جدا، الاهتمام بشكل كبير، ده هيساعدهم ان هم يعدوا من مأزق هم فيه او مرض معين هم هيعانوا منه. فلازم نكون بجانب الناس دي جدا جدا، ده حلو قوي قوي ان احنا نعمل ده، لان حلو للشخص نفسه وحلو للناس اللي حواليه ان هم يعرفوا ان احنا في ما بيننا ود او احترام، فده هيكون حاجة سعيدة. يعني النصيحة اللي قبل الاخيرة لاصحاب برج القوس مهمة جدا جدا، ان احنا نبطل عند دماغ ناشفة، ان احنا نبطل ان احنا نصلب رأينا على حاجات ممكن تكون تافهة جدا. ده في حد ذاته هيخلينا نتعب، احنا اللي هنتعب في الاخر، هنيجي على اخر الشهر هنحس ان احنا اللي غلطانين ومش هنعرف نقول ان احنا اللي غلطانين، او هنتحرج جدا. فما بلاش ان احنا نعند او نصلب رأينا على اشياء
هي حاجات اساسا يعني ما ينفعش، لازم نفكر فيها كتير قبل ما ناخد رأي. النصيحة الاخيرة لاصحاب برج القوس، نخلي بالنا من الحسد، ما بلاش نحكي ونقول ان احنا بنتفاخر بحاجات عندنا، لان الموضوع ده في الاخر هيجيب لنا نتيجة عكسية، واحنا اللي في الاخر هنشيل، يعني احنا اللي هنتحسد واحنا اللي هنقابل مواقف سلبية بسبب الحسد، فما بلاش ان احنا نقول حاجات على سبيل الافتخار خالص. موضوع النهارده طبعا بتمنى ان انا اكون فدتكم، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.